ازيكم؟ ناس كتير زعلانه مني عشان الفيديوهات اللي انا عملتها اللي بتتكلم على العلاقه مع الاهل، وبتقول لي دايما ان انا مركز على الابن او البنت وعلاقته باهله، وان هو المفروض يحاول يحسنها وحاجات زي كده، ودايما بتيجي تقول لي طب واهلي اللي عملوه فيا، واهلي مش عارف ايه والكلام ده كله. هو الحقيقه لما بتكلم على الموضوع ده بتكلم عشان خاطر بصفة عامة، لو حد جاي لي وعنده مشاكل في علاقة بأهله، والعلاقة مع الأهل دي حاجة essential في علاقاتنا كلنا بعد كده، فهو مسؤوليته إن هو يحلها مش مسؤولية حد تاني. وأنا قبل كده اتكلمت في فيديو ليا عن موضوع بتاع الفرق بين الخوف، بين اللوم والخطأ والمسؤولية، واتكلمت على فكرة إن ممكن يكون الأهل عملوا حاجات ضايقتنا أو عملوا حاجات أذتنا بشكل أو بآخر، هم عارفين أو مش عارفين، انما في النهايه دي حياتي انا. فلو انا ما عملتش حاجه في الحياه بتاعتي وما حاولتش احسنها وما حاولتش ان انا اتعامل مع المشاكل بتاعتي فيها، مفيش حاجه هتتغير. وللاسف الاتيتيود ده او طريقه الحياه دي، الناس اللي ما تقدرش انها تتعامل مع اهلها وتتسامح معاهم وتتصالح معاهم، بيبقى الاتيتيود ده هو الشكل المسيطر على حياتهم في علاقاتهم بعد كده. بمعنى لو انا قعدت دايما بلوم اهلي على اللي حصل لي، وان هم قد ايه ما كانوش كويسين، وقد ايه بابايا عزاني، وقد ايه مامتي عملت فيا والكلام ده، فلما باجي بعد كده في العلاقات دايما بيبقى عندي التندنسي او الميول لان انا دايما الوم الناس على اللي هم عملوه واللي هم ما عملوهوش، مش اشوف مسؤوليتي انا في العلاقه دي عامله ازاي، لان مفيش علاقه في الدنيا مبنيه على مفيش علاقة ناجحة مبنية على طرف واحد. ففي الحتة دي لما أنا بتكلم على فكرة إن تحمل المسؤولية أو النضوج بيجي من إن إحنا علاقتنا بأهلينا تتحسن أو علاقتنا بأهلينا تتغير شكلها أو مفهومها، عشان لما ده ما بيحصلش بنبقى دايما في علاقاتنا فينا عندنا نوع من عدم الماتيوريتي، بنتقمص بسرعه، بنتضايق على طول، بنبقى دايما مقتنعين او حاسين ان الشخص المفروض هو اللي يجي ويعتذر لي، هو اللي يجي يعمل لي، وهو اللي مش عارف ايه، وانا والكلام ده كله. وده دايما البيس بتاعه او الاساس بتاعه هو العلاقه مع الاهل. طيب سؤال بقى ناس كتير بتسأله لي على الموضوع بتاع ازاي انا علاقتي باهلي تتحسن. اول حاجة في وجهة نظري هي النية، ان انا لازم انوي ان انا اغير من نظرتي لاهلي، ومن ان انا دايما شايف ان هم سبب في كل حاجة وحشة حصلت لي، وان انا ارمي عليهم دايما حمول او ذنوب اي حاجة وحشة حصلت. لان ناس كتيرة بتعمل ايدنتيفيكيشن بين شخصيتها او عدم رضاها عن شخصيتها وعن الحياه باهلها، فطول ما انا ماسك في ان اهلي هم السبب في اللي حصل لي عمري ما هقدر اتصالح معاهم. دي اول حاجه. الحاجه التانية ودي حاجه مهمه جدا، لازم نبص على الاهل من خلال علاقتهم باهليهم كانت عامله ازاي، لاني مش منطقي ان انا اتصور مثلا ان لو ابوه مات وهو صغير هيطلع اب مثالي، لان هو ممكن يحاول بس هو ما شافش موديل، ما شافش نموذج من الأبوة في حياته لأن أبوه مات وهو طفل صغير. طبعا ده غير أن وفاة الأب أو الأم والطفل صغير بتأثر فيه جدا بأشكال مختلفة. أو مثلا لو أمي علاقتها بمامتها كانت وحشة، ومامتها كانت دايما مش هي الطفلة المفضلة عندها وكانت بتفضل أخوها عليها، فمنطقي ان انا الاقي ان امي في تصرفاتها ساعات بيبقى فيه نوع من انواع التفضيل اللي هي مش واخده بالها منه، او بيبقى عندها غضب هي مش عارفه هو جاي منين او الكلام ده، لان علاقتها بمامتها كان فيها مشكله. فبشكل عام احنا بني ادمين، والبني ادمين بيتاثروا بالعوامل اللي هم مروا بيها في حياتهم، واهالينا مش ملائكه، اهالينا برضو كانوا اطفال في يوم من الايام، ومامتهم او باباهم كانوا موجودين ليهم او مش موجودين ليهم، وعملوهم معاملة كويسة أو عملوهم معاملة وحشة، أو فضلوا إخواتهم عليهم أو الكلام ده كله. فلازم لما بص الأهلي أشيلهم من على المنصة بتاعة إن هم ما يغلطوش، ولازم يكونوا يعملونا معاملة عظيمة ويبقوا كويسين في كل حاجة هم بيعملوها، وأشوفهم كبني أدمين كان ليهم أم وأب وكان ليهم عيلة وفي ظروف مروا بيها في حياتهم والكلام ده، وظروف دي ممكن تكون أثرت عليهم في وقت من الأوقات. لما أنا بعمل كده اوتوماتيكلي هلاقي ان انا مفيش في حاجه كتير ما اعرفهاش عن اهلي. معظمنا
عنده تصور عن أهله مبني من علاقته هو بيهم، إنما أنا كطفل علاقتي بأهلي كده، بس أهلي دول كان ليهم أب وأم، فأنا محتاج أعرف الأب والأم دول كانوا عاملين إزاي مع أهلي. هل أبويا كان الطفل الأول وعليه مسؤوليات معينة؟ هل كان الطفل الأخير ومدلل؟ هل مامتي كانت مامتها بتحبها ولا كانت بتفضل على أختها؟ هل علاقة مامتي بمامتها كانت علاقة فيها حب، ولا مامتها كانت إنسانة صارمة فهي ما تعلمتش منها الإيموشنز؟ هل بابايا كان موجود في البيت ولا ما كانش موجود في البيت على طول؟ كل الحاجات دي لما أنا أشوفها لأهلي هبتدي أعرف وأتصالح أكتر مع شكلهم وتعاملهم معايا بعد كده، لأن هم في النهاية بني أدمين. وعشان كده دايما لما حد بيجي يقول لي عنده مشاكل مع أولاده دايما بشتغل علاقته بأهله. ليه؟ لأن طول ما أنا علاقتي بأهلي مستريحة، طول ما أنا قدرتي على التعامل مع أولادي بتبقى أحسن، لأن ما فيش عندي حاجة أثبتها. إنما الأهل اللي كان عندهم مشاكل مع أهليهم بيبقوا عندهم غضب بشكل عام، وبيبقى عندهم حاجات عايزين يثبتوها عن طريق ولادهم، فولادهم بيحسوا بالضغط، بيحسوا بالبريشر. فلما الولاد بيحسوا بالبريشر بعد شويه بيبقى فيه ريزنتمنت، بيبقى فيه نوع من انواع الغضب او نوع من انواع الزعل او نوع من انواع ان انا ازقهم بعيد، لان انا مش عاجبني ان انا اكون عليا الضغط ده على طول. فلو انتوا لو اي حد عايز يشوف علاقته باهله ويحسنها، ومش بس باهله، باي حد في الدنيا، دايما نشوف الشخص من خلال الأب والأم بتاعه كان علاقته بيهم عاملة ازاي. وحنهي الفيديو بقصة أنا دايما بقولها للكلاينت بتوع لما بيجولي، إن في مرة كلاينت جات لي وقالت لي إن باباها كان بيضربها ضرب مبرح، وطبعا الضرب بشكل عام في وجهة نظري مش أسلوب تربية كويس. أبوها مرة ضربها لدرجة إن هو مش عارف ضربها بإيه، مهم يعني ضلع من ضلوعها اتكسر. فطبعا هي جاية وعمالة تقول لي قد إيه أبوها كان إنسان سيء وقد إيه أبوها مش عارف إيه والكلام ده كله. وطبعا زي ما احنا متفقين الضرب بشكل عام مش حاجة صح. بس أنا قلت لها طيب عايزك تعرفي باباكي كان علاقته بأبوه وأمه عاملة إزاي، لما كانوا بيعاقبوه كانوا بيتعاملوا معاه إزاي. فسألت وتخضت لما عرفت ان ابوها كان لما ابوها بيغلط بيكوي بالنار، بيمسك مكوى وبيكوي. فطبعا الاب اللي اهله اذوه جسديا جدا صعبت عليه بنته فضربها بدل ما يكويها. فده معناه ان هو بيحبها، مش معناه ان هو ما بيحبهاش، هو بس وسيلته عن التعبير عن الحب ده ما كانتش وسيله صح، لان الحب مش دايما ان انا بدي حاجات. الحب كمان قد يكون ان انا بمنع اذى جالي وبوصل منه اقل لولادي. فهو ده الفكرة، ان احنا لما ابتدت تشوف باباها من هذا المنطلق اكتشفت ان باباها يعني يتبهدل، اهله بهدلوه جسديا، فهو بالنسبة له صعبت عليه بنته عشان بيحبها بس هو فضربها، لان مفهومه عن التربية في ضرب. هل ده صح؟ لا مش صح، بس باباها بني ادم وهو ده الموديل اللي هو شافه. فلما هي ابتدت تشوفه من هذا المنطلق اكتشف بابا حاجات كتير قوي ما كانتش شافها قبل كده. فعلشان كده مهم قوي ان احنا نشوف اهالينا من المنطلق بتاع هم علاقتهم باهاليهم كانت عامله ازاي. وطول ما احنا قادرين نشيلهم من على المنصه بتاعت انهم المفروض ما يغلطوش ويبقوا ملائكه ونشوفهم كبني ادمين، طول ما احنا هنقدر علاقتنا بيهم تتحسن، وهنعرف قد ايه ان هم حاولوا على قد ما يقدروا ان هم يكونوا ناس كويسين. لان في حاجه مهمه، مفيش حد عايز يبقى وحش. كل شخص، الناس دلوقتي اللي بتسمعني اللي عندها اولاد عارفين ان هم نفسهم اولادهم يحبوه، فمفيش اب او ام مش فارق مع اولاده. 99.9 من الاب من الاباء والامهات نفسهم اولادهم يحبوه، بس الفكره ان كل واحد بيعمل الحاجه اللي هو شايف انها صح، ومش كل واحد عنده القدرة ان هو يعرف او يعمل الحاجة الصح في التوقيت المناسب بتاعها.